السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا اليوم مقطعنا راح يكون جميع جوائز الموسم الثامن المجانية وكيف تحصل عليها. طبعا شباب، قبل بداية مقطعنا اتمنى من كل شخص فيكم يشوف المقطع ومشترك في القناة، اتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس. لا تنسوا اللايك يساعد بنشر المقطع بكل مكان، فاعملوا لايك الان، ولا تنسوا كود الايتم شوب YZYDD واشتروا في الباتل باس وربي يسعدكم. طبعا كالعادة اذا حابين تشتروا الباتل باس صور مقطع فيديو وانت بتشتري بكودي وارسل لي اياه في حساب الانستغرام، باخذ الفيديو منك وبنزل ستوري عندي في الانستغرام زي ما تشوف قدامك. طيب خلينا نبلش بمقطعنا. شو الاشياء المجانية يزيد وكيف نحصل عليها؟ وهل كلها لجماعة الباتل باس؟ لا، مو كلها لجماعة الباتل باس، حتى لو ما كان عندك الباتل باس بتقدر تحصل عليها. طيب انا اول شيء دخلت اللعبة اليوم طلعت لي هاي الجائزة مجانية، اعطوني اياها، اسمها ريمكس الغزو اللي هي موسيقى. ليه اعطوني اياها ما اعرف، فاتوقع اعطوها للجميع. وعندك البانر اللي تشوفوه قدامكم، على الرغم من وجود مصدر لباتل باس فان هذا اللافتة تسمى كونسل كاب، ربما سنرى هذا الشعار كمكافأة للمشاركة في كأس معين لوحدة التحكم في المستقبل. معنى الكلام انه خلال الفترة القادمة احتمال يسووا بطولة لأجهزة الكونسل، تكون في بطولة لأجهزة الكونسل، يمكن سوني اكس بوكس ما نعرف، راح يكون عليها جوائز. الجائزة اللي تسربت منهم اللي هي هاي البانر قدامكم، بس انا متأكد ما راح يكون بطولة بس على بانر، يعني راح تكون بطولة ممكن على سكن خاص بالكونسل مثلا سوني او اكس بوكس، وراح تكون معهم بانر مثلا جوائز اخرى وتكون مبالغ مادية. طيب لحد الان الجوائز عادية، اوريكم الجوائز الصح. يلا ننتقل لجوائز عيد ميلاد فورتنايت. تعرفوا انه كل سنة فورتنايت بتحتفل بعيد ميلادها للباتل رويال. طبعا الزومبي وقت عيد ميلاده او وقت ميلاد طور الزومبي كان بشهر جولاي اتوقع، فاحتفالهم في الزومبي غير عن احتفالهم باتل رويال، فطور الزومبي ما يهمنا. الباتل رويال متى يكون ميلاده؟ راح يكون يوم 26/9، حاليا 15/9 احنا، يعني تقريبا بعد 10 ايام، يعني ممكن يعملوا ب 25/9 او 26/9، اوكي؟ يضيفوا تحديات واحتفال بعيد ميلاد فورتنايت الباتل رويال، وراح تكون السنة الرابعة. طبعا كل سنة بيكون في 3 تحديات او 4، وبيضيفوا زي بالماب قالب كيك مثل ما تشوفوا قدامكم، حوالي صحون كيك صغيرة، والتحديات بتكون متشابهة والجوائز متشابهة، لكن هالمرة في اختلاف. طيب شو الجوائز؟ الجوائز راح تكون البيكاكس اللي قدامكم، هذا بيكاكس راح يكون ضمن الجوائز، وعندك كمان الحقيبة هاي راح تكون مع الجوائز وعليها رقم 4 لانه السنة الرابعة. في عندك الايموجي او الايموشن اللي قدامكم طلع من ايدك عليه رقم 4، هي ثالث جائزة. ورابع جائزة راح تكون البخاخ الموزي مع قالب الكيك، هاي 4 جوائز راح تكون مجانية إذا عملت 4 تحديات من تحديات عيد الميلاد. طب هل التحديات عندك يا زيد؟ نعم التحديات عندي، هذه هم التحديات. راح يكون التحدي الأول فيهم إنه ترمي هدايا الميلاد. طبعا هدايا ممكن تكون الشكل قدامكم كانت سابقة معنا، ممكن تضيفوها وقت الإيفنت. والتحدي بقول لك ارمي هاي الهدايا، ارمي 4، ترمي 4 مثلا، ترميها او تفتحها، ممكن لما ترميها تفتح، فممكن لما تسوي هذا التحدي تحصل على جائزة من 4 اللي قدامكم واحدة منهم. التحدي اللي بعده بقول لك الرقص امام قالب الكيك او فوق قالب الكيك، اتوقع جنبه يعني عنده، ومطلوب انك ترقص عند 4 كيكات يعني، ولما تخلص ممكن يعطيك جائزة من 4. والتحدي الثالث راح يكون انه تستهلك الكيك، يعني تاكل الكيك ب4 اجيال مختلفة. طبعا الكيك اللي تاكله بيكون الصغير اللي حوالين القالب الكبير، وهذا التحدي عملناه بكل سنة تقريبا، ولما تخلص بتحصل على جائزة من 4 جوائز، لاني مو عارف ترتيب الجوائز وين راح تكون. والتحدي الاخير راح يكون انه تاخذ مصادر من البالونات. طبعا هذا المكان اللي قدامكم راح يضيفوه بكل المدن، راح يكون قالب كيك حواليه زي بالونات، راح يضيفوه بكل مدينة ب 26/9 او 25/9. فلما يضيفوه في تعدي بقول لك احصل على موارد من البالونات، فممكن تروح عند كل بالون تاخذ منه موارد، مطلوب منك 50 مرة تعملها او 50 بالون، يعني موارد او مصادر تسمى. على العموم لما تخلص التحدي بتحصل على جائزة من 4 جوائز. فهي فكرة الجوائز الأربعة المجانية الخاصة بعيد الميلاد، وراح تنزل ب 25/9 أو 26/9 تقريبا بعد 10 أيام من الآن. باقي أهم شيء عندنا اللي هو السكن السري، كيف تحصل عليه مجانا؟ كالعادة كل موسم يكون معنا سكن سري ويريد التحديات. هذا الموسم شبيه الموسم اللي قبل كترتيب الجوائز تعونه، زي فكرة سوبرمان بالتحديد يعني. بتروح عند قائمة السكن، هذا هو قدامكم، طبعا مقفل راح يفتح بعد 43 يوم من نزول هذا المقطع، قائمة فوق وقائمة تحت، القائمة اللي فوق مقفلة واللي تحت مقفلة. فسوبرمان اللي صار انه فوق كان له تحديات عادية وشرحناهم، تحت كان الستايل الأسود وأشياء ثانية بسوبرمان، كان مطلوب انك تخلص تحديات إيبك عدد معين، كل جائزة بطلب منك عدد معين من تحديات الإيبك وبتفتح عندك. فممكن نفس النظام يكون هذا الموسم، فوق تعمل تحديات عادية راح اشرحهم طبعا المقطع الحال، وتحت بطلب منك تخلص عدد معين من المهام. طبعا شرح تحديات السكن السري هذا لما ينكشف عنه
راح نزله كامل في القناة، فخلك متأكد انك مشترك ومفعل زر الجرس في القناة حتى لما انزل المقاطع المهمة يوصلك اشعار اول باول. هل يا يزيد عرفنا من هو السكن السري؟ السكن السري لحد الان ما عرفنا شكله، لكن هو مبين خيال، ففي بعض المسربين او بعض الناس حاولوا يرسموا ملامحه وطلع معهم بالشكل التالي، ملامح السكن السري. فمين هو، متعاقد مو تعاقد ما اعرف، بس راح يكون سكن ملكي اتوقع. انا بالنسبه لي اعتقد السكن خرافي جدا، راح يكون كهيئته مبين ملامحه، بس باقي الالوان والاشياء الثانيه اللي ما نقدر نلون على كيفنا، يعني لانه في زي شكل تاج فوق راسها الى مخالب، لبسه كيف راح يكون لونه. فبالنسبة لي شايف السكن 100% راح يكون خرافي وراح يعجبكم على اكيد، وما اعرف اذا راح يكون تعاقد او لا. لا ننسى مظلة الفوز تعتبر مجانية لهذا الموسم، اذا فزت اي جيم من اقيام سولو دو سكواد او تريوس تحصل على المظلة هاي اللي قدامكم. طبعا في جائزتين مجانيات لاصحاب حزمة الطاقم، اذا انت مشترك بحزمة الطاقم تفتح اليوم او اي وقت وممكن يجوك اصلا هذا البانر والصورة الثانية، هذول مجانيات فقط لاصحاب حزمة الطاقم. نرجع لعيد الميلاد، طبعا عيد ميلاد فورتنايت الباص راح يتغير العادة، وراح يضيفوا الباص بالشكل التالي، يحطوا بالون الاحتفال مع رقم 4، المنطاد راح يتعدل عليه وراح يكون الباص بالشكل التالي. وبالنسبة للسكن السري في ناس حاولوا يلونوه من عندهم طلع بالشكل التالي، يعني تخيلوا واحد مقترح التلوين كيف راح يكون، والسكن طالع خرافي بستايل اللي رسمه هو يعني، بس الهيئة والشكل راح تكون بنسبة كبيرة شبيهة بهاي الهيئة، يعني هيك اللبس راح يكون، هيك المخالب، هيك شكل الراس، هيك الشعر. فالسكن جد جبار وعجبني جدا. قله تكا تكا معنا. طيب اتوقع انه انتهينا من موضوع الجوائز المجانيه. طيب شو راح نتكلم الان؟ راح نتكلم الان عن نظام سكن التونه ونظام التحديات. سبق شرحتهم او حاولت احكي عنهم بمقطع لحال، حسيت ما وصلت المعلومه، فهدفي من نهايه المقطع الان استغل الوقت واحاول افهمكم الموضوع. بالاول نحكي عن سكن التونه. سكن سمكه التونه فوق في شيء اسمه عبوات الالوان. عبوات الالوان هاي كل عبوة لها مكان، وعشان تعبي العبوة الواحدة أو العلبة الواحدة بدك تأخذ ثلاث ألوان من نفس اللون، مثل ما تشوف بالصورة كل مدينة فيها ثلاث ألوان، فتقريبا بدك تروح على 21 مكان حتى تأخذ جميع الألوان. طبعا عامل مقطع كامل للألوان، الرابط بيكون بالوصف إذا حاب تجيب الألوان مرة واحدة. نفترض إنك جبت الألوان صاروا عندك، شو استفدت أنت هيك؟ استفدت إنه حاليا تقدر تغير لون السمكة لأي لون بدك إياه، أخضر، أحمر، بني، بنفسجي، ذهبي، زي ما بدك بتلونه، عندك 21 لون. طب في تحت شغلة ثانية اللي هي تقدر تأخذ ستايل من سكنات موجودة، 21 سكن، سكن شيطونة، سكن بنت الطيارة، بنت الزومبي، ستيف، مو ستيف، حركات. عشان تحصل عليه عندك طلبين، واحد تكون جايب جميع علبات الألوان، نفترض إنك جبتهم. الطلب الثاني إن يكون معك حبر قوس قزح. طب حبر قوس قزح كل واحد أو كل ستايل بدك تأخذه من السكن بده يأخذ منك 10 من حبر أو القطرات، يعني حبر قوس قزح أو قطرات قوس قزح، فبده منك 10 لكل سكن. كيف تحصل عليهم؟ بكل سهولة، كل صندوق بتلوته بعطيك 2 3 أتوقع أو 5 أو واحدة، مع مو عارف كم العدد، فأنا معي 14 مثل ما تشوفوا بالصورة. فأتوقع لو أنت بتلعب كثير كل صندوق بتفتح بيطلع لك واحدة أو 2 أو 3 ممكن، فهي الطريقة اللي بتقدر تجيب منها حبر أو قطرات قوس قزح. فبتحتاج 10 ضرب 21 اللي هي 210 قطرات او 210 حبر، بده يكون معك 210 حبر عشان تفتح جميع الاستالات اللي قدامكم. وفي تحت كمان قائمه مقفله، معنى الكلام بالايام القادمه او التحديثات القادمه راح يضيفوا كمان 21 سكن تقدر تاخذ لبسه كمان نفس النظام عن طريق الحبر. فهيك بكون شرحت لكم موضوع سكن التونه كامل، ما اتوقع ضل احد منكم مو فاهم كيف يلفله او يفتح استالاته. طب نروح على نظام التحديات للمره الثانيه. قائمة التحديات تغيرت عن كل المواسم اللي قبل، صار اعتماد الرئيس على البنش كارد اللي هي البطاقة المثقوبة اللي هاي كنا نسحب عليها في المواسم اللي قبل، لكن هذا الموسم ما راح نسحب عليها، راح تكون جزء مهم من التحديات. وراح يكون نظامنا كالآتي أو كالتالي، إنه كل أسبوع نشرح تحدي أسبوع، أسبوع الأول، أسبوع الثاني وهكذا. لكن الفرق إنه التحديات الأسبوعية صار اسمها بطاقة مثقوبة أسبوعية، ودائما راح يكون في معها تحدي أكمل بطاقة مثقوبة يومية اللي هو اللي باللون الأخضر، هاي بطاقة مثقوبة يومية. كلمة أكمل بطاقة مثقوبة يومية يعني كمل التحديات اليومية اللي قدامك، مو بس واحد، شو ما يطلع عندك بتكمل. طبعا التحديات اليومية مسربة عندي هاي القائمة، فانت كل ساعة او كل مدة من الزمن بتغير عندي، بعطوك 3 من التحديات اللي قدامك من الصورة عشوائي. فنرجع نقول عشان نسوي اول تحدي من التحديات الاسبوعية لكل اسبوع بدك تخلص 3 تحديات اليومية اللي عندك. انا ممكن اجي اشرح المقطع يكون عندي 3 تحديات يومية، وانت تيجي تشوف المقطع بعد 5 ساعات يكون عندك 3 تحديات يومية مختلفة. فهاي الصورة اللي قدامكم التحديات اليومية ممكن اشرحها بمقطع قادم لحالها حتى تكونوا عارفين جميع التحديات اليومية اللي ممكن تنزل عندك. ونرجع للتحديات الاسبوعية، التحدي الثاني والثالث راح يكونوا عشوائيات حسب فورتنايت شو بتحطهم، يعني المهم في تحدي منهم بيعتمد على البطاقة اليومية. طب التحديات اليومية
برضو في تحدي منهم بيعتمد على تحديات السكنات اللي هي الشخصيات، فاحنا بنحتاج نعمل تحديات الشخصيات حتى نعمل تحديات البطاقة المثقوبة حتى نعمل تحدي الأسبوعي، تخيلوا. فصارت التحديات كلها مرتبطة ببعض. فأنا قلت لكم التحديات اليومية راح أشرحهم، هم راح يكونوا مجموعة تحديات، وراح يصير كل ساعة يعطوك ثلاثة منهم، كل ساعة يعطوك ثلاث منهم عشوائي، بس أنت لما تكون شايف شرحهم كامل شو ما أعطاك ثلاث أنت عارفهم بيضلك تعملهم يعني، لأنه التحديات اليومية عادة تتكرر أكثر من، ممكن تجيك ثلاث تحديات بعد أسبوع يرجعوا لك أو بعد خمس أيام يرجعوا لك. قلنا بالتحديات اليومية دائما نطلب منك مثلا أكمل مهام من الغواص جونسي، أو ممكن نقول لك أكمل مهام من شخصية من الشخصيات اللي قدامك، هذا التحدي لازم يكون موجود. طيب الشخصيات تقريبا 15 شخصية، كل شخصية تعطيك خمس تحديات، التحدي يكون الأول أبيض، الثاني أخضر، الثالث أزرق، الرابع إبك، والأخير أسطوري، لأنه ممكن كمان في التحديات اليومية يقول لك أكمل تحدي أسطوري، أكمل تحدي ملحمي. طب كيف تجيب التحديات الملحمية؟ التحديات الملحمية مثلا بتكون التحدي الرابع من تحديات أي شخصية، طلب منك تحدي أخضر بيكون التحدي الثاني من تحديات الشخصية، طلب منك أزرق التحدي الثالث من تحديات الشخصية. فأنت لازم تكون عارف هاي الأمور، عارف كيف مثلا زي ما تشوف التحدي اليوم الأول بيقول لك أكمل مهام غير شائعة أو مهام أفضل، يعني لازم تسوي مهام أخضر أو مهمات أحسن من الأخضر، يعني بدك تسوي مهمات أخضر أو مهمات أزرق أو إبك أو أسطوري، مطلوب منك أربعة. فهالمهمة بتعتمد اعتماد رئيسي على تحديات الشخصيات، فصار الارتباط مهم جدا ولازم نعمله. فهم 15 شخصية بفكر أشرحهم، بس بدي رأيكم بشغلة واحدة، أشرحهم كل شخصية لحالة مقطع، لأن كل شخصية لها خمس تحديات، فهيك بدي 15 مقطع، أو إني أشرحهم على جزئين، أشرح مثلا جزء أول بتكون من سبع شخصيات بمقطع وجزء ثاني الثمانية الباقيات، أو أشرحهم كلياتهم ال 15 شخصية مقطع واحد. فشو رأيكم؟ شو الأفضل؟ الخيار الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ اكتبوا لي بالتعليقات. فهذا نظام التحديات اليومية، أتمنى تكونوا استفدتوا من هاي المعلومة وفهمتوا شو التحديات الأسبوعية وشو التحديات اليومية وشو التحديات الشخصيات، وعرفتوا إنه الارتباط اللي بينهم مهم جدا حتى إنك تقدر تسوي التحدي الأسبوعي اللي بطلب منك تخلص التحديات اليومية الثلاث، والتحديات اليومية في تحديين بطلب منك انك تلجأ الى التحديات الشخصيات. فالقصة ملخبطة بس لازم تستوعبوها، لانه راح نضل على هاي الحالة لنهاية الموسم. فهيك بكون اخليت مسؤوليتي، فهمتكم نظام سمكة التونة، نظام التحديات، فهمتكم شو الجوائز المجانية وكيف تجيب السكن السري. فمقطعنا كان جدا مهم، واتمنى من كل واحد فيكم استفاد من المقطع لو اش بسيط، انه ينشر بكل مكان حتى الكل يستفيد. وكمان لا تنسانا من اللايك وتعليق حلو زيك، واهم شيء اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك فيها وفعل زر الجرس، ولا تنسى كود رايتم شوب واي زد واي دي دي يكون دعم مباشر للقناه. وبس ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامه.